سيادة رئيس الحي، صور كتير بقى وشير على الفيس وإنستجرام على طول. ها؟ طبعا حاضر. ويلكم تو ايجيبت. هما ما بيردوش ليه؟ أصل الإنجليزي بتاعهم ضعيف شوية. نعم؟ أصلهم سياح من ألبانيا. ألبانيا، أيوة ألبانيا. وماله؟ بدك تسلم عليهم علشان التصوير وكده. تفضل يا فندم. تفضل يا فندم. تصريح بقى يا فندم. إيجازاً النهاردة قدرنا الحمد لله إننا نجيب سياح مرة تانية، وابتدوا يشتروا، وفي تنشيط للاقتصاد. مصر قلعة السياحة وبلد عريقة، وإحنا النهاردة بنأكد على المعنى ده. سياح سياح يا خي، والله سياح. سياح؟ أيوة سياح بجد، شفتهم بعناية في مركب في النيل. هو في إيه؟ سياح بجد جايين في مركب في النيل. سياح بجد؟ أمال دول إيه؟ أهنا من ألبانيا. إيه ده؟ دول بيتكلموا عربي. دول عاملين نفسهم سياح سيادتك. معلش يا فندم، أنا أجرتهم يا فندم، يعني عشان صورتنا في الفيسبوك والجرايد وكده يعني يا فندم. أنت إزاي تعمل كده؟ المهم إن في سياح بجد، وده إنجاز حقيقي يا فندم لحضرتك، وكله بفضل توجيهات ساعاتك يا فندم. طبعاً. هما جايين على هنا؟ مش عارف. طب يلا تعالى نحلق عليهم. يلا بينا يا ابراهيم. تعالى يا ابني معانا. اخلع بالدولارات. I am 12 years old. يوه، وده وقته. ده ايه الحظ ده يا ربي؟ هاي واتس اب؟ ناثينج، ايفري ثينج از اوكي. ذا تليفون يو هاف كولد كانت. وده وقته تقفل تليفونك انت راخر. يا عم شلالي. مين؟ اوه يا خالد، ما شاء الله السياحه رجعت تاني اهي. لا شكلها ماشيه ومش هتيجي تاني خالص. ليه بس؟ خير؟ ساعدني يا عم شلالي، المكنة عطلت بيا زي ما انت شايف. يا خبر، ايه عاوز بنزين؟ لا مليانة على الاخر. طب عملت لها صيانة قريب؟ ايوة، وعمال اكلم المهندس تليفونه مكفول. طب ايه اخدهم اوصلهم اني؟ لا مش هينفع، دول رايحين بعيد ابو سمبل. Are we facing a problem here? No it's okay. Just a moment please. مفيش على الجزيرة حد معاه لنش أو يخت يوصلهم. لا والله يا خالد، كله هنا شراعي، ما انت عارف. طب وبعدين بقى في الورطة دي؟ Just inform me now. What's the problem? Little problem in the motor and we'll fix it. No worries. Okay. عم شلالي خدهم انجلهم للمرسى لغاية ما نشوف هنعمل ايه. عيني دول ينورونا. يا قوي. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اقول لك ايه، ما عارفينش والله. بينقلوا من مركب لمركب تانيه. احسن تكون عمليه اختطاف ولا حاجه. لا دول بيركبوا مع عم شلالي. مين شلالي ده؟ ده راجل مركبي معروف هنا فان. طب شاور له خليه يجي بيهم على هنا، احنا ورانا مشاغل تانيه. شلالي هوي شلالي. ايه دي يظهر كده ان فيه مشكله. واتس ا بروبلم؟ انا ما بعرفش انجليزي، بس واضح كده ان فيه مشكله على الشط. انا حنجيلكم حته تانيه امان لغايه ما خالد يرجع ويصلح اللنش. وات ديد هي سي؟ ايه ده رايح على فين ده؟ اوعوا كده، وروني. دي عملية اختطاف، بلغ البوليس يا إبراهيم. ده رايح بيهم على هناك. وبعدين؟ طب وليه؟ أكيد عايز يبيع لهم حاجات من هناك ويضيع علينا الفرصة.
احنا كنا ناقصين. دلوقتي السياح هيقولوا علينا متخلفين ويطلعوا يعملوا دعاية سيئة لمصر ويقولوا انا السبب. لازم نتصرف يا ابراهيم. اني مش عارف اكتب اي حاجة يا امي، موضوع صعب قوي. عارف يا بكار، لو قدرت تقابل سياح وتسألهم عن الحاجات اللي بيحبوها في مصر هتلاقي كلام كتير تكتبه. ما هو ما فيش سياح، عشان كده الأستاذ عايزنا نكتب الموضوع ده. أهلا بيكم في بلدي. معلش طبعا هي بسيطة وإحنا على قد حالنا، بس Fantastic. Can we take a tour here? ها؟ طب استنى ثانية واحدة أشوف لك حد بيتكلم أجنبي. سيدون، يا سيدون. يا عم شلالي، فينك يا راجل؟ أخبارك كيف الحالة النايم دي؟ أني معايا سياح. مين؟ بتقول إيه؟ أوبا، ومش عارف أتكلم معاهم ومعهمش حد بيتكلم عربي. يا سلام عليك يا شلالي، جيت في جمل. أنا سيد من يتكلم عربي لب لب. إيه؟ واني كمان. جرالك إيه يا سيدون؟ قصدي يعني أنا بعرف أتكلم شوية إنجليزي من أيام ما اشتغلت في المونتاج، وكنا هنروح في دهية أنا وبكار. هما فين؟ هما فين؟ أنا نقول يس ونو على كيفك. Welcome to Egypt. Hi, we would like to take a tour in your beautiful village. Welcome to Egypt. إيه، انت مش حافظ غيرها ولا ايه؟ لا 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 طبعا، بس هو باين عليه ضعيف في الانجليزي شوية. شوف انا هنديله واحدة كمان. I am 12 years old. يا ابراهيم بسرعة شوية، احنا رايحين ننقذ السياحة. ها؟ ايه ده؟ معلش يا فندم، معلش، محدش عنده علم اننا هنعدي من هنا. حالا هتصرف حالا. يا بكار. أيوة يا خالي. أنا عندي ليك مفاجأة. تمام. إيه؟ سواه يا بكار، وجايين يزور بلدنا. واو. فارم عليك يا أم بكار، عجبهم الشغل بتاعك خالص. خلاص، يبقى كل واحد ياخد واحدة هدية. واو. شوفي بقى يا ستي، أصل المركب اللي كانوا راكبينه عطلت بيهم وبيريهوا هنا شوية، يعني عاملين بريك. ده تلاقيهم مكلوش، يبقى لازم يتغدوا معانا. خلاص أنا ضعت. تفتكر حينقوليني حي إيه أبعد من كده يا إبراهيم؟ ده أنا من بحري يا إبراهيم. زمان الناس بتوع البلد اللي هم نازلين فيها عمالين يضايقوهم. شعب غريب. It is very delicious. Very delicious. Very delicious. Thank you. Welcome to Egypt. سلام عليكم. أنا إن شاء الله بعد الأكل كده ويرتاحوا شويتين نبقى ناخدهم كده جولة سياحية يشوفوا فيها بيوت ناس البلد والمعبد القديم وفرجوا ملابيت كمان. ترجم يا إبراهيم. أنا عايز أعتذر لكم عن المشكلة اللي حصلت وخلتكم تيجوا المكان ده. Welcome to Egypt. Very good. Egypt very very good. أيوة بالضبط. وعايز أقول لكم إنكم جميعا معزومين علشان تقضوا بقية الزيارة في أحسن فندق في البلد. معلش طبعا، يعني المكان هنا أكيد ما عجبكوش والناس ممكن تكون ضايقتكم شوية. ده مش حقيقي. ايه ده يا فندم؟ معلش، ما ايه حضرتك بتتكلم عربي؟ قصدي يعني بتتكلم عربي؟ ايوه شويه. احنا مبسوطين كتير اننا جينا مكان ده ومش عايزين نروح اي حته تاني. احسن حاجه هنا
الناس الطيبين دول اللي استقبلونا بكل حب. طبعا أنا دايما كمسؤول بقول إن البشر هم أهم ثروة البلد دي بتمتلكها. أثر إيه وبتاع إيه؟ إحنا عايزين نشكرهم على كرم ضيافة. وأنا من مكاني هذا أعلن أن هذه القرية هتتحط على خريطة السياحة الدولية، وهبلغ المحافظ والمسؤولين بأهمية إنشاء مطار دولي هنا. يريد بس الأول تحلوا مشكلة المية والصرف والطرق. ها؟ بعد المطار إن شاء الله، إن شاء الله. طب يلا صورة جماعية بقى، ها؟ على الفيسبوك عدل.